السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوا مني العديد من الأخوات، بغاو وصفات طبيعية لتنظيف الرحم وقت يعني بعد الولادة مباشرة، تنظيف الرحم من الدم الفاسد وأيضا من الإفرازات. هذه الوصفة أو هذه الطرق اللي نشارك معكم فهي أيضا تستعمل بعد الدورة الشهرية مباشرة لتنظيف الرحم للمساعدة على الحمل بإذن المولى عز وجل. وأيضا المرأة النافس يعني النفسة اللي بحرى والدة يمكن لها تستعمل هذه المكونات الطبيعية. هناك العديد من الأخوات ما قدروش يستعملوا مكون ديال الزنجبيل، الوصفة المعروفة الناجحة، وأيضا مكون القرفة. اليوم جيتكم بواحد المكونات اللي يمكن لأي أخت أنها تناولها، إلا الناس اللي عندهم مرض السكري أو المرأة الحامل أو الناس اللي عندهم حساسية من هذه المكونات ما يستعملوهمش. قبل ما نبدأ مع الأخوات هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتنا لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا معنا ويضغطوا على الزر الأحمر لتواصل وصفاتنا فضلا وليس بأمر. نرجعوا اخواتي لهاد الطرق هذه اللي غنشارك معكم. كيف ما ذكرت لكم بالنسبه لهاد الطرق، يمكن المراه اللي بحرى والده وفتره نفاس وبغات تنظف الرحم ديالها بشكل طبيعي يمكن ليها تستعمل هاد الطرق، وايضا حتى الفتاه اللي بغات تنظف الرحم ديالها بعد الدوره الشهريه من الدم الفاسد، وايضا هاد الطرق هذه كتسهل لنا نزول الدوره الشهريه وكتنظف لنا الرحم طبيعيا. الا ما غاديش ننسى واحد المعلومه، بان الرحم فهو تينظف راسو بنفسه، يعني نفسه بنفسه طبيعيا بدون استعمال اي وصفات، لكن للمساعده كنستعملوا هذه الوصفات الطبيعيه. بالنسبه للطريقه الاولى، بالنسبه للاخت الى كانت فتره نفاس يعني ولدات، يمكن لها تاخذ 3 حبات تاع التمر يوميا في ديك الفتره تاع النفاس. تاخذ 3 حبات تاع التمر، لان التمر عفوا عنده واحد الدور كبير 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 في تسهيل تنزيل يعني الدوره الشهريه وايضا تنظيف الرحم بشكل طبيعي وامن وصحي. 3 حبات ديال التمر تاكلهم يوميا. بالنسبه للطريقه الثانيه، يمكن لكم تاخذوا معلقه ديال العسل الطبيعي الابيض ولا اللي متوفر عندكم، ديروها مع كاس تاع الماء وتشربوه في الصباح، يعني كاس تاع الماء مع معلقه ديال العسل، الماء دافي طبعا مع معلقه تاع العسل. حتى هذه الطريقه هذه كتنظف لنا الرحم بواحد الشكل رهيب وطبيعي ودائما. الا ما كنتوش مقتنعين بالوصفه او ما بغيتوش تستعملوها، ما مقتنعينش بها، ضروري نعملوا واحد البحث بسيط على الفوائد ديال التمر في تنظيف يعني تنظيف الرحم، وايضا العسل الطبيعي الدور ديالو في تنظيف الرحم، باش نستعملوا الوصفات بكل امان وتكون النفسيه تاعنا مرتاحه، لان الحاله النفسيه كتلعب دور كبير في الوصفات الطبيعيه الا بغيتوها تنجح معكم. بالنسبه اخواتي، كما ذكرت لكم هذه الطرق هذه ديال تناول التمر او تناول العسل اختياريه. الا بغيتوا تناولوا 3 حبات تاع التمر في فتره النفاس الاخوات اللي بحرا والدين، الا بغيتوا ديروا معلقه ديال العسل في كاس تاع الماء يوميا، حتى هذه الطريقه زوينه. وكاينه طريقه ثالثه وهي طريقه مشروب الحلبه، فهي معروفه 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 معروفه. الحلبه جد قويه، كيتناولوها بزاف النساء اللي كيكونوا بحرا والدين باش تسهل لهم يعني تنظف لهم الرحم ديالهم، وايضا كتساعدهم فتح الشهيه وادرار الحليب. وبالنسبه للحلبه فهي الدور ديالها حتى هي كبير 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 بزاف، وفوائد ديالها كثيره. وإلا بغيتوا تغلبوا على الرائحه تاع الحلبه، بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش يستعملوا الحلبه، ديروا معها معلقه تاع العسل وشويه ديال الزعتر باش تخفوا من الرائحه ديالها، فهي جد رائعه. يعني عندنا هنا 3 ديال الطرق، اما مشروب الحلبه نشربوه مره واحده في اليوم، او ناخذ 3 حبات ديال التمر يوميا، او ناخذ معلقه ديال العسل مع كاس ديال الماء. هاد 3 الطرق فهي كتنظف الرحم بواحد الشكل طبيعي وامن وصحي. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه او المراه الحامل ممنوع عليها تستعمل هذه الوصفات هذه، وحتى الناس اللي عندهم امراض مزمنه ضروري استشاره الطبيب. كنتمنى منكم اخواتي اللي طلبتوا مني هذه الوصفات هذه تاع تنظيف الرحم بعد الولاده وايضا اثناء الدوره الشهريه، لكم الاختيار. فهناك ايضا متواجدين وصفات اخرى ناجحه على قناتكم جرب حكم، يا ريت تزورونا وتستافدوا منها، ويا ريت اخواتي تشاركوا وصفاتنا مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. جزاكم الله خير، وما تنسونيش بالدعوات ديالكم والتشجيعات، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.